حملة باشر ننجح هي حملة أقامتها الغد المشرق لرعاية الأيتام للأيتام المسجلين بالمؤسسة. هذه الحملة راح تشمل أكثر من 500 طفل وطفلة، نجهزهم بالملابس المدرسية إضافة للحقيبة والقرطاسية والدفاتر اللي يحتاجوها. الفكرة هي شلون نقدر نساعد دول الأطفال الصغار، بالتالي نبني مجتمع حقيقي، وشلون نعيد تكافل المجتمع، لأن احنا أصلاً يعني دعمنا بس من الناس. التغيير اللي سويناه، أغلب الأشياء اللي شوفوها الشباب نفسهم اللي كانوا 2008 2009 صغار، الآن هم اللي كبروا هم ينجزون هاي الأشياء داخل المؤسسة. قدرنا نحول مجموعة من الأطفال إلى شباب يؤمنون بالخير والعمل التطوعي، وهم الآن ناشطين مدنيين. رسالتي للشباب أنه كنا نقدر، أنت تقدر، وكنا نقدر أن نغير واقعنا، نغير مجتمعنا. مد إيدك وأنا أمد إيدك، كنا سوينا نقدر نسوي شيء. تغيير يبدي مني ومنك وهسه من هذا المكان.